العيش فضلا عن وجود كبار السن ونساء فرامل لديهم أطفال صغار وكتحت نازحي لراديو تبنغا أن فقدان الأمن باعث من معاناة النازحين في البحث عن فرص لكسب العيش بعد أن أصبح الخروج لجبل حطب والقاش خطر وعرضة للقتل. وأشار إلى التسرب العالي للتلاميذ من المدارس بسبب الخطى المعيشية، وأكد الشيخ أن هذا لا يستجيب مع برنامج العودة الطوعية ما لم ينزع سلاح الميليشيات وتؤمن المناطق ويطرد المستوطنين الجدد المقيمين الآن في أراضيهم على حد قوله. وأضاف الشيخ لراديو تبنغ معسكر عطاش بنيالة في هذا الخصوص، وكان مارك السكرتير الدائم لإدارة التنمية الدولية البريطانية قد أعلن خلال زيارة لمعسكر عطاش وتدشين البرنامج، أعلن أن إدارة التنمية ساهمت بمبلغ 3.1 مليون جنيه استرليني، حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي دعما لمشروع المساعدة النقدية في معسكر عطاش. وقال أن إدارة التنمية الدولية فخورة بإطلاق هذا المشروع.